نشرة، 4 قتلى في إطلاق نار داخل مركز تجاري في واشنطن. وفي لبنان قتل سهره على مرأى من ابنته. شفنا مرته واقفة على البلكون انه ضل شي ساعة ساعتين ما تحركت. في العيد الوطني السعودي البخاري يستعيد وطن إيليا أبو ماضي. عاش الجمال متشردا في الأرض ينشد مسكنا حتى انكشفت له فألقى رحله وتوطنا. تغيير المناهج واجب وخطوته صعب متعثرة. الحركة جيدة جدا جدا ولكن بالتفاصيل جاء شوي متسرع. رأي قانوني في حساب قائد الجيش المصرفي. فأستبعد أن يصل هذا السقف إلى 1,200,000 دولار. صباح الخير. تبيح الحرب السياسية في لبنان استخدام الأسلحة المحظورة محليا بما فيها الأوراق المصرفية لتدخل حسابات التمديد بالحساب الجاري ماليا وإرهابيا على حد سواء. فقائد الجيش العماد القهوجي أودع في الرصيد إنجازا بحجم قطف رأس داعش الذي كان يخطط لاغتيالات في الجنوب يتقدمها استهداف الرئيس نبيه بري وسوق النبطية وشخصيات رفيعة. لم يعزل هذا الصيد الثمين عن محيطه السياسي وتزامن وكشف حساب تضمن إعفاءات لقهوجي من التقيد بسقف المبالغ المستثناة من استمارة عمليات الإيداع النقدية. وسياسة سلف ودين آثر قائد الجيش الرد في ميدانه فجال على الوحدات العسكرية مؤكدا أن الجيش قادر على مواجهة الإرهاب بمعزل عن محيط لبنان المضطرب. وحرص على الإشادة بالعملية التي وصفها بالنوعية الدقيقة والاحترافية لاستخبارات النخبة وأدت إلى توقيف أمير داعش في مخيم عين الحلوة، ما جنب البلاد تفجيرات دموية. وما لا يقال في الميدان تكشف عنه المصادر، إذ تقول إن قائد الجيش رفض طلب الإعفاءات المصرفية، ورد الطلب موجود لدى إدارة المصرف وسوف يبرزه بعد يومين. أما المصرف المذكور في مقال الزميل إبراهيم الأمين فإن ليس هناك من حسابات أصلا لا لقائد الجيش ولا لأبنائه. وإذا كان الوطن قد تعافى بضربة استباقية فإنه يتلاطم بالضربات السياسية من خد إلى خد من دون أن يستحي زعماؤه أو ينتابهم أي وخزة ضمير مفاجئة. صيتنا السيء الذكر أصبح على المنابر الدولية حيث لم يتوانى رئيس الحكومة تمام سلام أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة عن الاعتراف بالهزيمة وتحميل مجلس النواب اللبناني مسؤولية التعطيل قائلا إن بلدي لبنان يعيش أزمة سياسية حادة عنوانها عجز مجلسنا النيابي منذ أكثر من سنتين ونصف عن انتخاب رئيس للجمهورية. لم يشعر أحد بأنه معني هنا وكل يمضي إلى معركته على أبواب جلسة 28 من الجاري غير المنتجة لشبح رئيس، فيما يتقلب العونيون على خيار الشارع كسلاح أخير في تشرين. ولكن أي شارع هذا الذي سيفرض التغيير؟ فاللبنانيون اختبروه مليونا بمليون، والتيار الوطني تحديدا لجأ إلى هذا الخيار من دون طائل، وعليه ربما وجب تغيير الطرح ونقل الضغط من الشارع إلى السلاح الأقوى، وهو التهديد بالاستقالة من مجلس النواب في 13 من تشرين. وما دام الجنرال عون يعتبر مجلس النواب مؤسسة غير شرعية ونوابه لم يوافقوا على التمديد الذي فرض عليهم، فلماذا لا يرفضون الوكالة ويصححون الخطأ بالاستقالة؟ فإما أن ينزعوا عنهم ورقة التين الزرقاء، وإما أن الكتلة البرلمانية العونية سوف تكون شريكة في الجرم. البداية من الولايات المتحدة حيث أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار
داخل أحد المراكز التجارية في ولاية واشنطن شمال غرب البلاد ليلة الجمعة. وذكر المتحدث باسم شرطة ولاية واشنطن بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن مطلق الرصاص الذي فر من الموقع من أصول لاتينية. وأقدمت الشرطة على إقفال الطرقات المؤدية إلى مركز كاسكيد التجاري في مدينة بيرلينغتون، وطلبت من المدنيين عدم التوجه إلى موقع الحادث. وفي لبنان جريمة قتل مروعة في النقاش، الأب يقتل صهره والزوجة تشاهد من على شرفة منزلها. هنا هز صوت الرصاص مساء الخميس سكون شارع في منطقة دهور النقاش، حيث قتل بول هاشم ابن 48 عاما على يد والد زوجته المدعو ريمو عين الذي لم يغادر ساحة الجريمة، فقبضت عليه القوى الأمنية ليخضع لتحقيق أولي في فصيلة أنطليس. الأحاديث حول خلفيات الحادث تنوعت، إلا أن الحكاية الموحدة التي رواها كل الجيران هي أن حما بول أطلق رصاصتين من المسدس وهو في سيارته باتجاه المغدور، فاستقرت واحدة منهما في رأسه موديه بحياته، كل ذلك على مرأى من عيون زوجة الضحية. نحن واقفين شفنا مرته واقفة على البلكون، انه ضل شي ساعة ساعتين ما تحركت، يعني كل وقت عم تتفرج. ونحن اول شيء ما عرفناها مرته، بعدين لما اجى ناس من قريبين جوزها صاروا يصرخوا عليها انه انبسطتي بيك قتل جوزك. الزوجة بحسب شهود عيان حاولت مغادرة المنزل مع أولادها بعد وقوع الجريمة، إلا أن عناصر من فرع المعلومات منعتها. أنه حضرتك كنت موجودة وقت اللي صارت، شو اللي صار يعني، شو السبب، عن طريق الخطأ أم هن كانوا في خلاف أو شو؟ هلأ أنا ما فيني أحكيكي لأنه أنا مشهود هلأ شوي بليز، ترجعي إذا بدك أحكيني بعدين بس مش هلأ. لم يخيل إلى جورج يوماً أن زيارته منزل أخيه تلك الليلة ستكون الأخيرة، وأنه سيشهد مقتل شقيقه الأصغر أمام عينيه بسبب مشكلات يقول إنها زوجية قد تحصل في أي منزل. أكيد في سين وجين هو وياها، أنت ليش بتضلك الصرخة، ليش بتضلك تعيطي، ليش هلأ. المهم هي كانت كل 10 دقائق ربع ساعة يجيها تليفون، والأرجح أنه من بيها، لانه شو جاب البي من بيت مري، يعني بيته ببيت مري، شو نزله على النقاش وقاعد بسيارتك وناطر، يعني لو ما حدا وصل له خبر انه نحن بالبيت او بول بالبيت او شيء من هالنوع. هو بول ما كان يتواجد عاده بالبيت؟ بلا 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 اجمالا بالبيت. بس حكيت عن تعنيف عم تتعرض له هي او عن مثل ما قلت لي، مثل ما بي عم بقول انه هجم عليه بالحجر وبده يضربه بالحجر، وهلا عم نسمع كمان انه في عنف اسري وما عنف اسري، بس صدقني هيدي كلها ما في شيء منه. تركنا البيت ونزلنا، هو راح على سيارته وانا رحت على سيارتي. هلا انا هو دور ومشي وانا عم بعمل ارجع انا ريال لحتى الحقه. بشوف بول وقف على جنب، وقف على جنب ونزل من السياره. ترى هو بهالوقت بده يكون البي عيط له لقرب لحده على الجيب اللي قاعد فيه وقوصه. يعني انا وصلت كانت جثتي بالارض. انك تقتل صهرك على هيك قتل متعمد مثل ما بقولوا، ما في شو. انا بدي اروح معك لأسوأ الاحتمالات، في خلاف ومرته بيطلقوا بتجي بتقتله. المنزل الذي تربى فيه بول وشهد ضحكات اطفاله الثلاثه الذين يحمل احدهم اسم جده ريمو، فتح ابوابه لتقبل التعازي بشاب جل ما يقوله من يعرفه انه مسالم يبتعد عن المشكلات. وإلى أن تتكشف ملابسات الجريمة يأمل ذو المغدور أن يحكم القضاء بالعدل. جوال الحاج موسى، قناة الجديد. العماد جان قهوجي يشيد بعملية توقيف أمير داعش في عين الحلوة، ويؤكد أن للجيش القدرة الكاملة على مواجهة الإرهاب.
أكد قائد الجيش العماد جون قهوجي أن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة، وأن الجيش لديه كامل القدرة على مواجهة الإرهاب وحماية الاستقرار الوطني بمعزل عن الظروف المحيطة بالوطن. كلام قهوجي جاء في خلال تفقده اللواء اللوجستي في كفرشيما، حيث جال في مديريته وأقسامه واجتمع بالضباط والعسكريين وزودهم التوجيهات اللازمة، وأثنى على جهودهم في الحفاظ على صلاحية الأعتداء والأسلحة المتوافرة لدى الجيش وتأمين الاستثمار الأقصى له، مشددا على أهمية التكامل بين الجهوزية اللوجستية والإدارية للوحدات العسكرية. وأشاد العماد قهوجي بالعملية النوعية الدقيقة والاحترافية التي نفذتها قوة من الاستخبارات، وأدت إلى توقيف أمير داعش في مخيم عين الحلوي، ما جنب البلاد تفجيرات دموية كان الموقوف مع شبكة تابعة له في صدد تنفيذها في عدد من المناطق اللبنانية. ما رأي القانون في قضية الإعفاء المصرفي الاستثنائي لقائد الجيش العماد جون قهوجي؟ بعنوان قهوجي يا قهوجي من أين لك هذا؟ كتب رئيس تحرير صحيفة الأخبار إبراهيم الأمين مقالا أورد فيه قرارا لأحد المصارف رقم محضره 322، وتضمن تجديد الإعفاء من التقيد بسقف المبالغ المستثنات من استمارة عمليات الإيداع النقدية CTS لكل من قائد الجيش الجنرال جون قهوجي وزوجته مارلين توفيق صفير وأولاده جاد وجو وجوانا. ووصلت المبالغ المستثنات بحسب المقال إلى 1,200,000 دولار، ما يعني السماح لقائد الجيش وعائلته المذكورة بإيداع مبالغ مالية نقدية تصل إلى 1,200,000 دولار من دون تحديد مصدرها. فماذا يقول القانون في ذلك؟ بصرف النظر عن ناقل هذا الخبر، ربما نقله حسب ما أتاه من معلومات استقصائية، لكن عم بحكيك بالقانون، كل عميل للمصرف عندما بده يودع مبلغ يفوق 10,000 دولار أو ما يعادلها عليه يمضي شيء اسمه استمارة العمليات النقدية. هل استمارة هاي منظمة بمقتضى التعميم لمصرف لبنان؟ فيعود لهذه اللجنة المختصة في الإدارة العامة في المصرف اللي اسمها لجنة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إن هي تعفي أي من العملاء في المصرف من تعبئة هذه الاستمارة نظرا لأنهم عملاء معروفين، وبالتالي نظرا لهذا الحد يوضع سقف معين لهذا الإعفاء، يكون إما 20,000 30,000 40,000. فأستبعد أن يصل هذا السقف إلى 1,200,000 دولار، كما وأنه مستبعد أن يعطى موظف رفيع الرتبة، وخصوصا أنه يعني بالسلك، وبالتالي هذه الإيرادات تأتيه بشكل منتظم نتيجة الوظيفة، أن يعفى إلى هذا السقف العالي. وتقول المصادر إن القضية حصلت منذ 8 شهور عندما أقدم أحد أعضاء مجلس إدارة مصرف لبناني على إعداد قرار في مجلس إدارة المصرف لإهدائه لقهوجي من دون علم قائد الجيش، إلا أن قهوجي رفض طلب الإعفاءات المصرفية، ورد الطلب موجود لدى إدارة المصرف وسوف يبرزه بعد يومين. أما المصرف المذكور فيما قال الزميل إبراهيم الأمين فليس لديه هنالك من حسابات أصلا لا لقائد الجيش ولا لأبنائه. ألين حلاق، قناة الجديد. أعمال إرهابية كبيرة ومتزامنة هدفها ضرب الاقتصاد والسياحة، هذا ما خطط له أبرز موقفي عين الحلوة. لا شك في أن عملية توقيف أبرز مطلوبي مخيم عين الحلوة عماد ياسين تختلف عن سابقاتها، فللمرة الأولى يعلن أن وحدة خاصة من قوات النخبة في الجيش هي من نفذ العملية، وهي المرة الأولى منذ عقود التي تطأ فيها قوة كوماندوس لبنانية أرض مخيم عين الحلوة لتوقيف مطلوب بهذا الثقل الأمني. خطورة عماد ياسين أن اسمه ارتبط بملفات أمنية وبملفات إرهابية قديمة الزمن وحديثة الزمن، كم هائل من المعلومات لدى المحققين ستؤشر إلى أن عماد ياسين هو أخطر إرهابي توقفه الأجهزة الأمنية اللبنانية. على غرار ما حدث في بغداد، كرادة جديدة في لبنان، هذا ما كان يخطط له ياسين خلال التواصل مع مسؤول العمليات الخارجية في تنظيم داعش أبو خالد العراقي،
إلا أن استخبارات الجيش تمكنت من كشف هذا المخطط، ومنذ ذلك الحين لم تغفل عين الاستخبارات عن ياسين وكل من يدور في فلكه. وما يزيد من خطورة عماد ياسين أنه لم يكن ينتظر اتصالا من أبو خالد العراقي، إنما في أغلب الأحيان كان هو الذي يبادر إلى الاتصال به وعرض الخدمات عليه. عمليات التفجير هذه كانت ستضع لبنان عمليا في عين العاصفة وتخرجه من دائرة المظلة الأمنية الحامية لهذا الأمن والاستقرار. وبحسب التحقيقات فإن عمليات متزامنة كانت تعد لاستهداف كازينو لبنان ووسط بيروت ومصرف لبنان ومحطتي توليد الكهرباء في الجي والزهراني، فضلا عن التخطيط لتفجير ضخم يستهدف سوق الاثنين في مدينة النبطية، إضافة إلى قوات اليونيفل في جنوبي الليطاني ومحال KFC في دبي ودوريات ومراكز للجيش وخطف سياح عرب وأجانب ومحاولة إشعال جبهة الجنوب وإطلاق صواريخ كاتيوشا باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. القيادي المتشدد أوقف في منتصف النهار، أي في عز حالة الازدحام في المخيم، في عملية سريعة لم تستغرق دقائق قليلة، خدر خلالها الموقوف قبل اقتياده إلى خارج المخيم. نعيم برجاوي، قناة الجديد. المملكة العربية السعودية تحتفل بيومها الوطني وتؤكد وقوفها إلى جانب لبنان وحرصها على أمنه واستقراره. تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز نقلها القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان وليد البخاري إلى الشعب اللبناني في احتفال اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية في البيال، الذي يرمز إلى تحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية بمرسوم أصدره الملك عبد العزيز بتاريخ 23 أيلول عام 1932. ولبنان الذي يشارك المملكة فرحتها بذكرى اليوم الوطني، لطالما كان البلد الشقيق الذي تشعر بمسؤولية خاصة تجاهه عبرت عنها بمواقف عديدة، أذكر من بينها اتفاق الطائف والمساعدات الاقتصادية المختلفة. حضر الاحتفال ممثل رئيس مجلس النواب النائب أيوب حميد، ممثل رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، وشخصيات سياسية وسفراء. وفي كلمته جدد القائم بأعمال السفارة حرص قيادة المملكة على لبنان وأمنه واستقراره. والمملكة العربية السعودية تحث القوى السياسية اللبنانية من منطلق الأخوة على بذل المزيد من الجهود الخيرة لتحقيق هذا الهدف الوطني الذي يصبو إليه الشعب اللبناني وكل محب للبنان، متمنياً للبنان دوام التقدم والازدهار، وأن تحمل له الأيام بشائر الخير لينعم بالاستقرار والرخاء، مردداً مع الشاعر الكبير إيليا أبو ماضي هذه الأبيات من قصيدته وطن النجوم: عاش الجمال متشردا في الأرض ينشد مسكنا، حتى انكشفت له فألقى رحله وتوطنا، واستعرض الفن البلاد فكنت أنت الأحسن. في ذكرى اليوم الوطني السعودي تأكيد على محبة المملكة للبنان وعلى تحقيق مصلحته من خلال الدعوة إلى نبذ الخلافات وتفعيل الحوار الوطني البناء. رواند أبو خزام، قناة الجديد. بعد الإعلان: يا فهلوي ليش الرئيس ماروني؟ أهلا بكم. بعد انقضاء مرحلة التحقيقات مع مالك ستوديو فيجن وصولا إلى مرحلة إصدار الحكم، تبقى قضية المدير العام لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف خاضعة للوزير حرب.
قنبلة موقوتة سحبت عن طاولة مجلس الوزراء وانفجرت في وجه لجنة الاتصالات، صاعقها عبد المنعم يوسف وما يملك من حماية سياسية تبقيه صامداً في وجه نيران الاتهامات. القضية وضعت في يد القضاء الذي ينتظر إذناً بملاحقته من وزير الاتصالات بطرس حرب في تهمة هدر المال العام في ملف الإنترنت غير الشرعي، فهل يرفع الغطاء عن يوسف ويأخذ التحقيق مجراه؟ أولا ما في شيء اسمه غطاء، أنا حاط ممكن وزير يحطه في أصول بتقول بتنص على أنه قد بتلاحق موظف بالدولة مطلوب يطلبوا إذن من رئيسه اللي هو الوزير أنه يسمح بالملاحقة. هلا بحال الوزير قال لا، في وسائل أخرى لملاحقته، يعني في بيرجعوا لمدعي عام تمييز، ومدعي عام تمييز بيقرر خلافا لرأي الوزير بالملاحقة بتصير، يعني مشان هيك الوزير ما في يمنع انه تصير محاكمة حدا. يعني أنا على استعداد للتعاون مع القضاء ولن أعرقل أي تحقيق قضائي، إنه بدي أعرف أنا على أي أساس، لأنه أنا إذا في شيء صاير بوزارتي لازم أنا كوزير حقق فيه بالداخل كمان واتخذ فيه تدابير بالداخل المفروض أعرفها. طلبت أنا بعت لي الخلاصة صغيرة عن التحيات، طلبت أنا رجعت كتاب بعته للمدعي العام، طلبت منه يبعث لي أما نسخة عن التحيات أو على الأقل المراسلات والإفادات التي استند إليها الادعاء. واجباتي ساعد القضاء بتقديم أما الدلائل تثبت لداني، وأما طبعا بين وقائع يمكن القضاء شايفة غلط. الرجل صاحب المشكلات الكثيرة مع أقطاب السلطة يطالب بعزله من مناصبه وتعيين بديل منه، وخصوصا أنه يشغل منصبين يتبع أحدها لرقابة الآخر. والقوى السياسية اللي هي عم تحكي دوما كانت مشاركة بالمجالس الوزراء، وهي قررت من جملة المقرر أن يتكلف الشغلتين. هلا أنا برأيي طبعا سهل أنه هلا نبت هذا الموضوع، إنما أنا مع أنه هذا الموضوع يبت عند انتهاء التحقيق الجزائي. تسويات تطرح للخروج من هذه الأزمة بعدما أصبح يوسف عبئا على تيار المستقبل، فإما الذهاب إلى تعيين آخر محسوب على التيار عينه، وإما الوقوف إلى جانبه، وهو الذي حصل على أكثر من 120 براءة قضائية. أنا بالنسبة لي مش ورد، يعني مش بهذه التسويات لا بجوها، وأنا بعتبر إنه عبد المنعم يوسف بده يعني يقدم استقالته يفل، بده يترك، بده يصير تسوية على أساس ينقل لمكان آخر. أنا ما عندي أي مانع بهذا الموضوع، لأنه قصة هذه قصة سياسية، إنما أنا ما فيني أخلط السياسي بالقضاء. على الرغم من الوقت الضائع في مسار هذه القضايا، تبقى العبرة في تحويل كل المتورطين إلى القضاء ومحاسبتهم. رواند أبو خزام، قناة الجديد. ما موقف المدارس من قرار وزير التربية وقف العمل في عدد من محاور المواد التعليمية؟ عدد من المواد اللي كانت موجودة أو عدد من المواضيع اللي كانت موجودة بالمواد ارتقوا الخبراء والأساتذة اللي هن معنيين أنه فينا نستغني عنها. قرار وقف العمل مؤقتا في عدد من المحاور والدروس في التعليم المتوسط والتعليم الثانوي لم تقابله بالترحاب المدارس الرسمية ولا الخاصة. بشكل أولي الحركة جيدة جدا جدا، ولكن بالتفاصيل جاء شوي متسرع. احنا انه في شغلات مش كتير تقليص فيها دقيق وعلمي وتربوي، يعني كأن بيسوى أنه كان ناخد وقتنا شوي أكتر حتى تكون تجي متناسقة أفقياً وعامودياً، بس إن كان بالشكل وإن كان بالمضمون في شوية يمكن أنا بقول نقاط ضعف. إضافة إلى أن المهلة الزمنية القصيرة التي أطلق فيها المشروع ليست كافية لتعديل المناهج المدرسية. يعني بدنا نشوف لما بيجي أستاذ بقول لي إذا بدي أمشي على التقليص أنا في عندي تلت المادة بشيلها، أنا بخلص برنامجي بأول بآخر شباط، إنه شغلة ما بتنقبل. بعدين ما فينا نشيل كيف ما كان، لأنه هودي التلاميذ خاصة بالصفوف النهائية السكوندير ما فينا نشلهم إيهن هيك ونقول خففنا عنهم. هودي التلاميذ رايحين على الجامعات، رايحين على سفر، رايحين على محلات، في شغلات ما فينا نشيلها من المدرسة قبل ما نتوافق نحن والجامعات شو هن الكونكور اللي بدهم يعملوا، يعني امتحانات الدخول بأي طريقة بدها تصير. أنا كنت بتمنى مثلا إنه عم نقلص نكون الجوهر تغير، يعني مش محاور نشيلها. مثلا بالفرنساوي كل شيء يخص الصورة نشيل، بالوقت اللي انه هلا عالمنا اليوم هو عالم الصورة، عالم التكنولوجيا. في اشياء يعني لازم تنشيل، اكيد لازم تنشيل،
ولكن بدها شوية دراسة وعرواق. الخطوة الإيجابية تكمن في فكرة تعديل المناهج، إلا أن الخطر الأساسي يظهر في أن محاور أبو صعب غير مطابقة للمواصفات التربوية. لايال سعد، قناة الجديد. كتلة التحرير والتنمية تطالب الجنرال بالعودة إلى طاولة الحوار، والنائب ياسين جابر ينتقد أسلوب التحريض الطائفي في التصعيد العوني، نافيا في مقابلة مع الزميلة دارين دعبوس أن يكون بري ساعيا لمنازلة عون في الشارع. ممتعدا من قلب العونيين طاولة الحوار الوطني عليهم وعلى خصومهم السياسيين، يصر الرئيس نبيه بري على أن طريق الحل يمر بالحوار والتفاهمات الوطنية، وهو في هذا الإطار يلاقي دعوة كتلة الوفاء للمقاومة إلى منتصف الطريق. ما فيك تزقفي إلا بإيد تاني، هلأ الدعوة هي للإيد التاني تيجي تزقف مع إيدنا. الدعوة للحوار مفتوحة، في حوارات ثنائية عم تجري ربما تسهل الحوار الجماعي. في شيء كمان بين التيار الوطني الحر والمستقبل عم بيصير عبر الواتساب او عبر التواصل من برا لبرا. بس معقول اذا حدا بده انه الكتل النيابيه تنتخبه يقلب طاوله الحوار عليهم؟ تدرك كتلة التحرير والتنمية التي يهمس أن رئيسها لا يستسيغ عون رئيساً أن لا رياح رئاسية في السماء اللبنانية، على الأقل في ظل ارتفاع نبرة التصعيد العوني. التصعيد ممكن يقابله تصعيد، يعني ما نحن مجربين هالأمور كلها دارين، يعني اللبناني أول واحد لازم يعرف أنه هاي ما بتفيد. ليش دايماً الرئيس بري يتهم وكأنه أو يحمل مسؤولية بأنه هو من يعطل أو يعرقل وصول عماد عون؟ هلأ يمكن لأنه ما حدا أقنعه بالموضوع، بس إذا تم إقناعه، يعني إذا تم التفاهم معه وحوار معه، يمكن مش عم بجربوا هلأ يتفاهموا مع الرئيس الحريري وكتلة المستقبل، أنه بالعيط والبهدلة بيمشي الحال؟ يعني وعلى شيء أنه بالكلام اللي عم نسمعه على التلفزيونات اللي بينضح نضح بالطائفية وبالتحدي، وأنه مين بيدفع ضرائب أكثر بالبلد، وأنه مين بيعطل البلد، وأنه مين، يعني أنه الناس في ناس بسمنه وناس بزيت بالبلد، هذا بيساعد؟ ما في قاعدة شعبية كمان عم تطلع، مش هيك؟ يعني أنه هل يا ترى مطلوب هل قد تحريض القواعد الشعبية؟ ما بعرف بتدفعي ضريبة أنت أكثر ولا أقل منه؟ هل الرئيس بري منحاز أكثر للرئيس للوزير فرنجية كما يحكى؟ ست الوزير الفرنجية هل هو نكرة؟ هل هو خصم؟ هل هو حليف؟ لنفترض هذا صحيح، ممنوع؟ التظاهر حق ديمقراطي كفله الدستور، ولكن هل يكون التحرك النقابي الذي يقوده بسام طليس في 28 من أيلول بمثابة منازلة بين شارعي بري وعون؟ شو هالصدفة أنه كان بنفس التاريخ التحرك 28 أيلول؟ منه موجه لعون؟ ليه بده يكون موجه للعون؟ عم بقول له أنا كمان عندي الشارع. هلا مش مضطر يعمل هيك، ما عنده شارع بين بصور. الشوارع بدنا إياها شوارع تفتح على بعضها مش تتحدى بعضها. وفي إطار ما يحكى عن محاولات لاغتيال بري، يكشف النائب ياسين جابر أن بري أضحى في الفترة الأخيرة سجينا في مقر إقامته، وقد سبق أن تلقى تحذيرات أمنية عدة جعلته يعزز أمنه على نطاق أوسع. دارين دعبوس، قناة الجديد. صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير. ثمن لقاء الجمهورية في اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس ميشيل سليمان العملية العسكرية التي نفذها الجيش اللبناني، وأسفرت عن توقيف أمير داعش في عين الحلوي، ما جنب البلاد خضات أمنية عدة يستفيد منها الإرهاب في ظل التآكل الذي يضرب المؤسسات بسبب تعطيل انتخاب الرئيس وجلسات مجلس الوزراء ومجلس النواب وتعطيل الحوار بين اللبنانيين، سعيا لتغيير آلية وصول رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والوزراء والاكتفاء بتعيينهم في البيوتات الحزبية. شدد وزير الخارجية والمطالبين جبران باسيل في مداخلة له في ختام جولته النيويوركية في اجتماع مجموعة الدعم الدولية لسوريا على أهمية عدم إغفال قضية النازحين السوريين، مقترحا أن تكون جزءا من الحل السياسي والسلمي في سوريا، معتبرا أن من دون عودة النازحين لا جدية في محاربة الإرهاب ولا في حل في سوريا. رأس وزير الداخلية والبليات نهاد المشنوق اجتماعا للفريق الفني المركزي لمؤازرة وزارة الداخلية في الإشراف على حسن تطبيق مشروع معالجة النفايات المنزلية الصلبة الذي تزمع بلدية غسطى إنشاءه. التمست من معالي موافقة
وسياسة جديدة أنه نروح نحو اللامركزية الإدارية الواقعية مثل ما بيقولوا. وفيني بلغكم أنه في عنا ولادة جدية لمعمل لمعالجة النفايات الصلبة في كسروان. نفذ طلاب كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية في زحلة اعتصاماً قطعوا فيه طريق كسارة بعلبك للمطالبة بإقامة جسر للمشاة إثر تعرض زميلتهم الطالبة مها محمد النسر لحادث سير على الطريق حيث أصيبت بكسر في العمود الفقري والحوض. قالوا لأنه بس لحتى تستكمل الأوراق كانت عم تداوم بشكل طبيعي، بس مو معقول كمان تنزل تقوم بشكل جمهوري. رغم أنها لم تنهي تسجيلها، نحن تضامنا معكم وبعثنا موظفين من عندنا ليوقفوا على متابعة وضعها الصحي، وهذا الأمر نحن ككلية قمنا بواجبنا. ناشد الناجح السوري أحمد السالم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم النظر في قضيته الإنسانية والسماح له ولعائلته بتسوية أوضاعهم بعد توقيف زوجته بسبب انتهاء إقامتها في لبنان. أنا شفت حالة إنسانية، إذا الدولة تقدر بحالة إنسانية تعطينا مهل بس لحتى الأمم جهز أوراقنا وتسفرنا. قدم السفير الياباني سيتشي أوتسوكا جهاز أشعة إلى مركز الرحمة الطبي في بلدة شبعة لمساعدة اللاجئين السوريين وسكان البلدة، وزار السفير بركة النقار في بلدة شبعة. الفهلوي يسأل ليش الرئيس ماروني. أول شيء أنا مرشح جدي. دعمنا لترشيح العماد ميشيل عون. ترشيح رئيس الحزب سمير جعجع. أنا ما عندنا فيتو ولا على أي مرشح لرئاسة الجمهورية. هو في انتخاب رئيس فورا. أنا مرشح سمير جعجع جدي. وليش ما بيجي بر رئيس الجمهورية ونحل المشكل؟ ما في خير. رئيس الجمهورية ماروني ما فيك. مثل ما رئيس المجلس الشيعي ورئيس الحكومة سني. هيدا شيء مذكور بالدستور. أكيد. كيف بدك تجيب رئيس جمهورية شيعي؟ كيف هالحكي؟ بدك يا أرثوذكس؟ ممكن لأنه أقلية، لأنه لبنان بلد مسيحي. أنا ما يكون ماروني. لأنه ليش أجي المجلس الشيعي؟ ليه؟ لأنه لازم يكون ماروني. وليه رئيس الوزراء مسلم سني؟ لأنه أحلى. حتى أنا ليك شيعي، ولو الشيعي بده يجيبوه لا. بس هو ليش ماروني؟ لأنه مسيحي. ضماني لألهم لأنه أهلية بالشرق. لأنه إذا إجا مسلم بده يذبحوا بعض المسلمين. لأنه الدستور تبعنا هيك. في شيء بالدستور بخليهم يكونوا هيك؟ أكيد لا. دستور. إيه الدستور طبعًا. الدستور لا. ما بعرف أنا عادة عندي إياه. فطول لنا يابا هيدي. على أيام سيدنا الأنبياء ما كان في مسيح ولا كان في كلنا وكل بعض يعني واحد. بتذكر أنا وصغير بالمدرسة في حدا قالنا إنه مش إجباري رئيس الجمهورية يكون ماروني. مزبوطة؟ ما في شيء بالدستور اللبناني بيقول إنه رئيس الجمهورية لازم يكون ماروني، ولا حتى مسيحي. ولا في شيء بيقول إنه رئيس المجلس لازم يكون شيعي، ورئيس الحكومة لازم يكون سني. مش بس هيك، بعمره ما كان في بالدستور اللبناني في مادة بتقول هيك، يعني لا بال 26 ولا بال 43 ولا بعد الطائف. ليش لكن بلبنان رئيس الجمهورية ماروني؟ أولاً أول رئيس بتاريخ لبنان ما كان ماروني، لأن شارل دباس هو من المذهب الأرثوذكسي. أما أول رئيس ماروني بتاريخ لبنان فإجا بالتعيين بعد ما دبكت انتخابياً بين الموارنة إيميل إدي وبشارة الخوري. كان على شوي رح يجي المسلم الشيخ محمد الجسر رئيس الجمهورية، فعلق المفوض السامي الفرنسي الدستور وعين الماروني حبيب باشا السعد رئيس الجمهورية بناء لاختيار البطريركية المارونية. أما أول رئيس مجلس وزراء فكمان ما كان سني، ولا أول رئيس مجلس نواب كان شيعي، لأن إذا بعد بتذكروا بكتاب التاريخ بالمدرسة أول رئيس حكومي هو الماروني أوغست أديب سنة 26، وأول رئيس مجلس هو الماروني داود عمون سنة 22. طيب لكن ليش هلأ دايما الرئيس ماروني ورئيس الحكومة سني ورئيس المجلس شيعي؟ معقول بعد الاستقلال صار في تعديل دستوري ينص على هيدا الشيء؟ أبدا ولا في شيء نهائيا، بس بعد الاستقلال اتكرس عرف هو اتفاق جنتلمان وزع المناصب بهيدا الشكل يلي تم خرقه بمناسبتين بسبب الأزمات السياسية.
مرة لما الأرثوذكسي حبيب أبي شهلة صار رئيس مجلس بال46، ومرة لما الماروني ميشيل عون صار رئيس الحكومة العسكرية. طيب معقول اتفاق الطائف أدخل تعديلات دستورية خلت هيدي المعادلة جزء من الدستور؟ برضو لا. بعد الطائف ألغت المادة 95 قاعدة التمثيل الطائفي بوظائف الدولة، وحافظت على المناصفة بين الإسلام والمسيحية بس على مستوى التمثيل النيابي والوزارة ووظائف الفئة الأولى مثل قائد الجيش والمدراء العامين، شرط عدم ربط أي منصب بطائفة، يعني أنه قائد الجيش مرة بيكون ماروني ومرة بيكون سني مثلا، والمدير العام للأمن العام مش دايما شيعي. إيه هيك بقول الدستور بعد الطائف، وما في أي إشارة لطائفة الرؤساء الثلاثة، وحتى لو اعتبرناهم موظفين فئة أولى فهيدا بيعني أنه هيدا المنصب منه محدد بطائفة معينة. ليش بلبنان دايما الرئيس ماروني ورئيس الحكومة سني ورئيس المجلس شيعي؟ لأن عم نخالف الدستور باسم العرف. بعد الإعلان أليكس يتبنى عمران. أكثر من 140 قتيلا في غرق قارب قرابة السواحل المصرية، والسلطات تعتقل عددا من المهربين. ارتفع عدد قتلى غرق قارب قبالة السواحل المصرية يقل مهاجرين غير شرعيين إلى 134 شخصا بحسب عدد من المسؤولين المصريين، ويخشى أن يرتفع العدد إلى أكثر من ذلك. وكان الزورق يحمل على متنه 550 مهاجرا عندما غرق على بعد 12 كيلومترا من السواحل المصرية الشمالية، وفق ما ذكر الناجون الذين أنقذ منهم 163. دلوقتي احنا لو دولة بتحترم مواطنيها ما كانش لحد الآن في جثث تحت المية. صاحبي دلوقتي أنا مش عارف ده فين، مش عارف إذا كان حي ولا ميت، فيش حد دلوقتي. الأهالي حتى منعينهم إن هم يروحوا يجيبوا الجثث. هذا قدامك اهوت الاهالي ممنوعين ان هم يروحوا يجيبوا الجثث. طب ليه ما تطلعهمش يروحوا يجيبوا الجثث اللي هناك؟ يقول لك في لانش حربي ومش لانش حربي. طب فين اللانش الحربي؟ احنا انا عايز اعرف دلوقتي صاحبي ده فين، حي ولا ميت. اللي قادر اللانشات تجيبه تابع لينا لقريتنا احنا. طبعا كان في قريتنا وغير قريتنا، يقال ان كان في سوريين كان في صوماليين الله اعلم، ولكن احنا طبعا الله يكون في عون الجميع ورحم الله المتوفين جميعا، ولكن انا بتكلم على اللي انا بعرفه واللي يخصني. طلع امبارح شاب واحد. السلطات المصرية اعتقلت 4 اشخاص يشتبه في انهم مهربون، ووجهت اليهم تهم تهريب البشر. ويأتي الحادث بعيد تحذير لوكالة الحدود في الاتحاد الأوروبي من تزايد عدد المهاجرين إلى أوروبا انطلاقا من السواحل المصرية. وتقول الأمم المتحدة أن 10,000 شخص قضوا في البحر الأبيض المتوسط وهم يحاولون العبور إلى أوروبا منذ عام 2014. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يطالب بريطانيا العظمى بالتعويض على الشعب الفلسطيني من جراء وعد بلفور. بعد نحو 100 عام على وعد بلفور الذي أيدت بموجبه بريطانيا العظمى استيلاء اليهود على الأراضي الفلسطينية، وبعد نحو 70 عاما على النكبة الفلسطينية، طلب الرئيس محمود عباس ومن على منبر الأمم المتحدة بريطانيا بالاعتذار إلى الشعب الفلسطيني. ندعو بريطانيا وفي الذكرى المئوية لهذا الوعد المشؤوم، هذه الصفقة المشؤومة، أن تستخلص العبر والدروس وأن تتحمل المسؤولية التاريخية والقانونية والسياسية والمادية والمعنوية لنتائج هذا الوعد، بما في ذلك الاعتذار من الشعب الفلسطيني لما حل به من نكبات ومآس وظلم، وتصحيح هذه الكارثة التاريخية ومعالجة نتائجها على الأقل بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
إذن أصبح بإمكان السلطة الفلسطينية المطالبة بالتعويضات المالية على ما حل بشعب فلسطين الذي تحول إلى شعب شتات من جراء دولة بريطانيا العظمى، وهذا الشعب أولى بالتعويضات من العدو الإسرائيلي الذي حمل قضية الهولوكوست إلى العالم وعبر بروباغندا إعلامية أدت إلى دفع ألمانيا وسويسرا وفرنسا تعويضات على ضحايا المحرقة اليهودية التي لا تزال ترسم علامات استفهام حول حقيقتها، فيما أدلة احتلال فلسطين دامغة لا لبس فيها. الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في قبضة الناشطين في لندن. تزامنا مع احتفال لمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية في مبنى السفارة السعودية في لندن، نظم عدد من الناشطين تحركا احتجاجيا أمام مبنى السفارة ونفذوا اعتقالا رمزيا للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز. داون داون آل سعود، سعودي ريجيم is supporting ISIS. They are killing the people of Yemen. They are killing the people of Bahrain. ورفع المحتجون شعارات وهتافات منددة بسياسة المملكة في المنطقة لا سيما في اليمن، وهتفوا ضد الحكومة البريطانية متهمين إياها بدعم السياسات السعودية في الشرق الأوسط. الحضور لا يعبر عن كثرة في كمه، وإنما يعبر عن كم من الضمائر التي تم شراؤها من المال السعودي. وعلى العكس من ذلك، نحن وقفنا أفراد بعدد قليل وتضامن معنا عدد كبير من المارة ومن سكان هذه البلد ومن البريطانيين، وعبروا عن امتعاضهم وعن غضبهم لدور السعودية الذي تعمله ليس فقط في البلدان العربية والإسلامية وإنما حتى في بلدانهم. لقد تم اعتقالي بسبب الجرائم التي ارتكبتها في اليمن وفي البحرين وفي العراق وفي سوريا بسبب دعمي للإرهاب في كل تلك المناطق. ما هو برأيك الحكم الذي تستحقه؟ الإعدام. كما تضامن عدد من المارة مع المحتجين وأعلنوا رفضهم لسياسة المملكة وداعميها في بريطانيا. أليكس طفل أمريكي يناشد الرئيس أوباما إيجاد طفل سوري عمران وإحضاره للعيش في منزله. سنكون أسرته وسيكون أخانا. بهذه الكلمات التي تحاكي براءة سنواته الست، كتب الطفل الأمريكي أليكس إلى الرئيس باراك أوباما رسالة مؤثرة ناشده فيها المساعدة لجلب الطفل السوري عمران دقنيش إلى منزله بعدما تأثر كما سواه بالمأساة التي حلت به. وكتب أليكس مستهلا رسالته: عزيز الرئيس أوباما، هل تذكر الطفل الذي نقلته سيارة إسعاف في سوريا؟ هل تستطيع أن تحضره إلى منزلنا؟ سوف ننتظركم في الشارع بالأعلام والزهور والبالونات. رسالة أليكس لاقت صداها في البيت الأبيض الذي نشرها، وحظيت باهتمام الرئيس أوباما الذي أدرجها في حسابه الرسمي على فيسبوك. وأكثر من ذلك، تشاطرها وقادة العالم الذين قابلهم أخيرا في خلال الجمعية العمومية للأمم المتحدة لمناقشة ما يمكن القيام به من أجل حل أزمة اللاجئين العالمية. إنها الإنسانية التي يستطيع طفل أن يظهرها، طفل لم يتعلم بعد أن يكون متشائما ولا مفعما بالشك ولا متخوفا من الآخرين على خلفية بلدهم أو مظهرهم أو كيف يصلون. إنه يفهم فقط مبدأ التعامل مع شخص مثله بالتراحم والعطف. يمكننا جميعا أن نتعلم من أليكس. وعمران هو الطفل ابن الأعوام الخمسة الذي هزت صورته ضمير العالم بعد انتشاله من تحت الأنقاض إثر غارة على منزل أسرته في حي القاطرجي بحلب، حيث جلس داخل سيارة الإسعاف ووجهه مغطى بالدماء والأتربة، وبدا مصدوما ومذهولا من هول الكارثة التي أثقلت وعيه الطفولي، فلم ينبس ببنت شفا ولم يبكي إلا بعد رؤيته لوالديه في المستشفى. وفي انتظار عمران الذي تعافى من جرحه، يواصل أليكس وشقيقته كاترين الاستعداد لاستقباله. نبقى الآن مع أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم ونبدأ مع النهار. في النهار: حلب الشرقية تغرق في جحيم الغارات، كاري يحذر من الفصل الأسوأ للحرب. من المأزق الحكومي إلى توأمه النيابي، أطنان النفايات تختمر انتظارا لتشرين. ننتقل إلى السفير الأمير الداعشي عماد ياسين
أين أنا؟ أعيدوني إلى بيتي. قصف ثم توغل لاستغلال انهيار حاضنة المسلحين وأمرائهم. حلب الشرقية، خطة باء روسية. عرض سعودي نفطي لإيران، خفض الإنتاج في موسم الهبوط، وأوباما يمنع مقاداة السعودية. في الأخبار، وثائق أمريكية: هكذا أشعلت واشنطن الحرب الأهلية. لا يثق إلا بحزب الله ويبدي أعجابه بجعجع عون: الشارع معركتنا وحدنا. انشقاقات النصرة والأحرار، التمهيد لمشهد جهادي جديد. في الأنوار، قهوجي: توقيف أمير داعش أنقذ عدة مناطق لبنانية من التفجيرات. 91 قتيلا في الغارات المدمرة، انتشال طفل من تحت الأنقاض في حلب. باريس، قصف حلب يشير إلى خطة لتقسيم سوريا. في الديار، عدوان: إذا تعذر انتخاب عون سننتقل لإنجاز قانون الانتخابات. بري سيدعو لجلسة تشريعية في غياب الكتل المسيحية، وتفاصيل عن تخفي عماد ياسين وبنك أهدافه. معركة حلب بدأت بغطاء جوي روسي والجيش تقدم في العامرية. القاهرة، تباين مع الرياض بشأن الأسد. إردوغان، الأمريكيون يساعدون الأكراد. في المستقبل، طهران تخشى اتفاقا روسيا أمريكيا تحت الطاولة يتجاهل مصالحها. وهولوكوست حلب تستعر، والعالم ضمير غائب. في البناء، كيري ولافروف: ماراثون تفاوضي حتى الاثنين لخريطة طريق تعوم التفاهم. مسار المعارك في شرق حلب يحكم مفاوضات نيويورك، وغطاء روسي ناري. مخططات داعش لتفجيرات عاشوراء والتمديد لقائد الجيش على الطاولة. في اللواء، أحياء حلب الشرقية في جحيم الغارات النظامية الروسية. فشل جديد لاجتماع كيري لافروف والبيت الأبيض، يحمل موسكو المسؤولية. الرابية، لم تسقط الرهان على 28 أيلول، واعتراض مسيحي على التشريع. اهتمام دولي بتوقيف أمير داعش وإجراءات للجيش لاعتقال الخلايا المتوارية. في البلد، هل أدخل اعتقال ياسين عين الحلوة في واقع جديد؟ مداهمات في الضاحية على خلفية اعتقال أمير داعش، واللطاني بين التلوث وخطة عمل وردية. الوباء مستمر، ضيق الخيارات بين سلام العونيين، التعيينات أو الشارع. وعن النفايات، في انتظار الملاذ الأخير. حلب تحت الغارات ولا محادثات الشهر المقبل. الجيش العراقي يحرر جزيرة البغدادي. ننتقل إلى الجمهورية، وفي الجمهورية، عون ينتظر الحريري وقراره. أيضا جحيم حلب. في الحياة، الغارات الكثيفة تدمر مباني شرق حلب، والأطفال غالبية الضحايا. كيري ولافروف يلتقيان في نيويورك، وبحث مشترك في أفكار بناءة. أيضا في الحياة، المصارف العربية تدعم نقل المركزي اليمني إلى عدن. هادي يحذر من إرهاب طائفي ترعاه إيران. الصدر يشترط تغيير قانون الانتخابات للمشاركة في كتلة عابرة للمحاصصة. وتحالفات الإسلاميين والتكتلات السياسية ترسم صورة البرلمان الأردني الجديد. ننتقل إلى الشرق الأوسط، وفيها البيت الأبيض تعمد إرساله بنهاية الجمعة لتأخير التصويت إلى ما بعد الانتخابات. أوباما يعطل جوستا بالفيتو ويستعد لمعركة الكونغرس. 5 ملفات أمام مجلس الأمن حول انتهاكات طهران. هادي أمام الجمعية العامة: سنخلص اليمن من مخالب إيران. ونبقى الآن مع تذكير بالعناوين. 4 قتلى في إطلاق نار داخل مركز تجاري في واشنطن. وفي لبنان، قتل سهره على مرأى من ابنته.
شفنا مرته وقفة على البلكون انه ضل شي ساعة ساعتين ما تحركت. في العيد الوطني السعودي البخاري يستعيد وطن إيليا أبو ماضي. عاش الجمال متشردا في الأرض ينشد مسكنا حتى انكشفت له فألقى رحله وتوطنا. تغيير المناهج واجب وخطوة بوصعب متعثرة. الحركة جيدة جدا جدا ولكن بالتفاصيل جاء شوي متسرع. رأي قانوني في حساب قائد الجيش المصرفي. استبعد أن يصل هذا السقف إلى 1,200,000 دولار. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الإلكتروني الجديد .tv وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وأيضا على تويتر الجديد نيوز. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.